انطلقت فعاليات بطولة إفريقيا لكرة القدم للمحامون 2019 بأكادير بمباريات احتضنها ملعب الإنبعاث، ومن أهمها مباراة هيئة مكناس حاملة اللقب النسخة الماضية بمراكش وهيئة سطات، والتي انتهت بفوز محامو مكناس بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بهدف لمثله في وقتها القانوني. الأستاذ سعيد بونزور، محامي بهيئة مكناس، عضو مجلس الهيئة بمدينة مكناس وعميد فريق الهيئة. تشارك اليوم في النسخة الثانية من كأس إفريقيا للمحامون، اللي تيحصلنا شرف أن هيئة مكناس هي حاملة اللقب وهي الفرس الرهان في هذه الدورة الثانية هذه. تنبغي نتقدموا بالشكر لجمعية هيئة المحامين بالمغرب، وكذلك لهيئة المحامين بأكادير والعيون وقلميم. هذه الدورة هذه تنظن أنها غادي تعرف مشاركة منافسة شديدة بين الفرق المشاركة، خاصة وأن الاستعدادات كانت يعني في أوقات مناسبة لهذه البطولة هذه. اليوم حنا نخوض المباراة الافتتاحية، نتمنى أن يكون التوفيق من نصيبنا.